سي وائل كروت، مرحبا بك في قناتنا الفتية تونس العقارية تي في. بدي نحبك تعرف لنا بروحك وبالشركة نتاعك. يعجبك. مرحبا سيدي، وائل كروت ريسبونسابل كوميرسيال كوزينا. كوزينا اون سوسيتي سبيسياليزي في تو سكي موبل دو كوزين اي دو دريسينغ دو سال دو بان. Ainsi, on a une nouveauté avec tout ce qui est le plan de travail, une autre filière qui s'appelle Marmotech. Marmotech, elle est spécialisée dans tout ce qui est plan de travail en quartz et en corian et en granit. Donc, Cuisina, créée en 2003, déjà ça fait pratiquement 10 ans d'expérience sur le marché tunisien. On travaille sur le marché local. Si on travaille sur le marché, tout ce qui est export, Libye, Zaïre, Sénégal, Ghana. Donc, comme on a l'air de ça, c'est le meuble de cuisine. Donc, cuisine, on a fait un marché de l'aide. On a fait chaque 3 mois, chaque 6 mois, on a une tendance jadide, des créations jadides, on a fait un marché de l'aide. Donc, au niveau de couleur, au niveau de la matière, au niveau de quincurie, des mamans jouent dans la nouveauté. Donc, au niveau qui m'a la façade, quincurie, couleur, accessoires, design, même électroménager. Donc, قاعدين الحمد لله قاعدين نتبعوا كوم الفو، دونك قاعدين نتبعوا في التوندونس، قاعدين نتبعوا في لي نوفوتي، قاعدين زاد نشوفوا في المارشي البرا شنو اللي فيه على الاوروب على الواحد خاطر بيان سور نتبعوا في النوفوتي مع الاوروب، نتبعوا في لي كرياسيون جدد باش نابليكيهم في تونس، نتبعوا في تو سكي ديزاين باش نتبعوا في تونس كيف كيف، دونك هذا هو غروسو مودو شنو هي الكوجينا. يعطيك الصحة. Si ouais, la participation dans les 6e journée de l'immobilier, comment vous le voyez ou qu'est-ce que vous voyez la participation de vous dans cette journée? Wallahi, bon, qu'est-ce que vous voyez? D'abord, on doit être présent toujours dans les journées à vous. Parce que le visiteur pratiquement ciblé, il y en a beaucoup, comme les architectes, les promoteurs, les... Bon, surtout les architectes et les promoteurs. Donc, bon, la 6e journée, voilà, jusqu'au maintenant, pas mal, ça va. Femme à contact, femme à des invités, femme à des contacts, surtout comme avec les architectes et les promoteurs, femme à contact, ça va. شالات تكون بينيفيك ديما شالات تكون بينيفيك ان شاء الله بيان سور. انتم الدوره هذه رقم قداش شاركوا فيها في السيزيام جورني؟ بون هي لا سيزيام جورني، احنا جوج شاركنا في السانكيام وهذه السيزيام. دونك ديجا بارابور عامنا فما كوميم فما تقدم، فما دي نوفوتي، فما دي اكسبوزون ما شاركوش عامنا ولا شاركوا سنة. دونك ان شاء الله ان شاء الله لا سيتيام جورني تكون خير ان شاء الله ان شاء الله. سي وائل، موقعك انت ك ريسبونسابل كوميرسيال في كوزينا، سؤال يطرح نفسه، خلق قناه تلفزيونيه تونس العقاريه تي في، شنو نجم يضيف للدومين السيكتور هذايا ولا الدومين اون جينيرال دومين دو ليموبيلي من منظوركم انتم؟ بون ينجم يضيف برشا حاجات. احنا ما شاء الله يعني بون كيفاش نقول لك، القلم نتاع تو سكي بروموتور ايموبيلي والعقاريه والعقار معناها براتيكمون قاعد سو ديفلوب كوم يلفو في تونس. بون ان شاء الله يزيد يخلي العباد كل كونسيون باش هذا، خاطر قاعد نشوف بويسك معاملتي مع لي بروموتور سورتو عندهم دي ديفيكولتي قاعدين يتعرضوا لها. بون ابار كونجونكتور في البلاد، ابار الوضع نتاع البلاد، لاقين دي ديفيكولتي تو ميم حتى في الفونت، حتى في 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 في, في مع او نيفو بلديه او نيفو ولايه. ان شاء الله قدره ربي بعث قناه كيما هكا مش تزيد توري للعباد برشا حاجات، مش تزيد العباد تشوف، مش تزيد التونسي يشوف البرودوي شنو، خاطر عندنا ما شاء الله عندنا برشا توانز انتريسي بالحكايه هذو، ما يعيشوا في تونس ولا يعيشوا برا. دونك يساعد هو مش ياخذ بورتمان معاش في حمامات في نابل في سوسه في تونس. دونك نتصور مش تعاون ونزيد نقربوكم انتوما في الاترونجي كسوا في ليبيا ولا في لي بوان دو سيرفيسون نتاعكم، نقولوا احنا في الخارج ان شاء الله. بيان سور، خاطر الكليون مش يشوف بورتمان، هو مش يشوف شنو اللي في وسطه، معناها مش يشوف تو سكي كوجين، مش يشوف تو سكي منويزيري، تو سكي الومنيوم، تو سكي سانيتير، معناها سي سي سي
سي ان تور بورتمان هو دونك فيه لي كورد ميتي الكوليك دونك مش يزيد يقرب العباد الكوليك ان شاء الله. سيوي الكرو تعطيك الصحه وبارك الله فيك المداخله ذي معنا في تونس العقاريه وان شاء الله في لقاءات اخرى. مرحبا بك. الله يوفقك عايشك. شكرا.